منتخبات اتحاد الكوره امتى؟ المفروض بعد الاولمبياد، اولمبياد باريس 2024 يعني سنه يعني؟ يعني المفروض فاضل سنه وثمان شهور، يعني بتبقى في شهر 9 و10 بعد الاولمبياد 9 و10 2024 يعني سنه وسبع شهور او ثمان شهور. سنه وسبع شهور. اه. هل اتحاد الكوره يعني اللائحه بتسمح بكل ان هو ينزل انتخابات تاني؟ هو المفروض ان طلع النهارده كلام كده على موضوع بند الثمان سنوات. وان اي حد المفروض الحاجات دي بتتناقش في الـ في الـ في المجلس. مجلس ايه؟ مجلس النواب. اه. دي لائحه اتحاد الكوره. بعيد عن لائحه اتحاد الكوره ان هم عايزين يعني قانون الرياضه الجديد ان اي حد في اي مكان يقضي ثمان سنين. في اي منصب يعني عشان يبقى في احلال وتجديد مستمر. فكل الحاجات دي لسه يعني محل نقاش، لكن اتحاد الكوره تمام اللي هو 8 سنين عضو يطلع بعد كده نائب يطلع بعد كده رئيس، كل ده الحاجات دي كلها يعني ممكن في اي جماعه ما ممكن تتغير، لكن ما فيش حاجه مثلا اللي انت ممكن تمشي عليها لمده 20 سنه. هل في نيه في اتحاد الكوره لتغييرها؟ لا خالص لغايه دلوقتي، لا يعني هو لغايه دلوقتي الناس كلها مركزه في زي ما قلت لك في الاصلاحات اللي بتحصل الفتره الاخيره دي. اتحاد الكوره كان يعني اكيد انت طبعا عارف ان في ضرب من تحت الحزام من بعض الناس اللي بره الاتحاد، لكن الحقيقه الفتره اللي فاتت الناس يعني عايزه اتحاد الكوره يعمل كل حاجه في شهرين. والله انا مختلف معاك يا مراد، لا في انا لا شايف ضرب من تحت الحزام ولا فوق الحزام. في رئيس اللجنه الاحاديه لغايه دلوقتي بس ما شاء الله عليه شغال. انا شايف لا حق ربنا والله. بص انا حتى بتكلم مع مهندس احمد مجاد، انا شايف مهندس احمد مجاد اخذ جنب وساب الناس تشتغل. هو اخذ جنب في العالم بس يعني قصدي احمد مجاد على فكره مش تعلن وسر يعني احمد مجاد بص انا يعني وجهه نظري ان هو الراجل خلص حاجته اخد جنبه وسايب الناس وهو بيتكلم على فكره. طب بقول لك حاجه، هو يتحدث يعني عن ادائهم وده حق مشروع يعني. بمناسبه احمد مجاد لغايه دلوقتي على تواصل مع موظفين في اتحاد الكوره على فكره ده موضوع بيقول لهم ايه كابتن؟ بيقول لهم انا جاي يعني طموحه حق مشروع. من شهر يعني المجلس الجاي في شهر 12 الانتخابات كانت في يناير، بيقول لهم انا اربع خمس شهور وجاي لكم. على فكره احمد مجاهد قبل ما يجي في اللجنه كان بيقول انا في يوم من الايام هاجي رئيس اتحاد الكوره وجه. ما يعني كل واحد ده طموحه. لا انا يعني طموح ما فيهوش. طب ما انت كنت عضو مجلس اداره. انا فاهم، انا قصدي ودلوقتي طموح مثلا. انا قصدي طموح ما يسيئش لحد يعني، انا مش بتجاوز. أيوة انا بقول في اللي جاي انا جاي رئيس. انت لو بتنتقد يا كابتن يعني وعلى فترات طويله، انت لو بتنتقد مثلا في برنامجك بتنتقد باسلوب كويس وبصوره كويسه، في ناس بتنتقد من تحت لتحت يعني وبتعمل يعني ازمات وبتعمل مشاكل. انا والله انا 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 حاجات انا والله مختلف مع انا شايف ان اتحاد الكوره الحالي هو اهدى ظروف في الحرب عليه. بل بالعكس هقول لك كابتن، يعني اتحاد الكوره يعني انت لو هتيجي تقيم اتحاد الكوره هتقيم اتحاد الكوره من شهر 6. لا انا مش بقيم اتحاد الكوره من شهر 1. اقول لك ليه؟ لان احنا دخلنا افريقيا واحد يعني المجلس نجح، ثاني يوم سافر على افريقيا قعد شهر، صح؟ بعد كده دخلت على ماتشين السنغال، بعد كده دخلت على فكره هي التوفيق بس يعني. هو كان ممكن اتحاد الكوره ده في بنالتيات كاس الامم ياخد كاس الامم ويتحسب له، في بنالتيات السنغال ياخد السنغال ويتحسب له وهو طبعا مش شغله طبعا. يعني اللي جاب كيروش واحمد مجاهد طبعا. فكان ممكن اتحاد الكوره هو اللي يلم الخير يعني. قصدي على فكره احنا لما جينا كده مع مهندس هاني برضو مع كان مين اللي رحنا معاه كاس عالم؟ كان كوبر. كوبر صح. بس كان المجلس كانت 11 عما بداته، كنت 11 واحد في اخر المجلس كنت كام؟ كنت ثلاث جبهات او اربع جبهات باين عما اتذكر. مجلسنا عم مهندس هاني عمرنا ما اتقسمنا. لا عمرنا احنا بسبب أنا بسبب بص احنا خلصنا اتحاد الكوره، وانا عمري ما هرجع العمل العام في حياتي عمري. كويس؟ وما عنديش ده قرار يعني، ما عنديش اصلا مصلحه اقول عشان ايه؟ عشان مش هترجع للعمل العام علشان انت شفته في اتحاد الكوره من فرد. لا بالعكس والله، والله كلهم كان ناس محترمه وكلهم ناس بتشتغل وبتجتهد. معظمهم ناس محترمه، لكن للاسف بص انا هقول لك حاجه، انا هرد عليك رد منطقي. انت مش هتزعل حد اثناء طب ما انا هشرح لك. اثناء وجود اتحاد الكوره سمعت عن خلافات؟ يعني وهنا بوليده موجود والمجلس موجود، سمعت على خلافات؟ انت عارف سمعت عن خلافات امتى؟ بعد ما خلصت والناس طلعت. انا دايما صاحب نظريه، حضرتك لو مختلف اختلف على الترابيزه. يعني انا لو انا اتخانقت معاك واعترضت عليك اطلع اعترض واحنا في المجلس، بعد ما المجلس يخلص لو انا غلطت دي غلطتي انا اللي وافقت. لا كان في خلافات في اي مجلس بيبقى في خلافات، وكان في خلافات اختلافات في وجهات النظر حاجه، اختلاف في وجهات النظر حاجه. وبرضك هوضح، انا كان نفسي الناس تيجي تحضر مره على الترابيزه تشوف العلاقه عامله ازاي. كان الناس بتنحدف عليها حاجات في الاجتماعات.
انا عديها دي معانا. والله العظيم والله العظيم والله العظيم في اتحاد الكوره وانا موجود عمرها ما حصلت. حلفان اهو الحق. على فكره انا بدافع عن ناس كنا زملاء كان في وعمرنا ما هنبقى زملاء لان مش هرجع. معظمهم ناس محترمه يعني طبعا. والكلام ده على فكره الكلام ده والكابتن والدكتور كرم والوفا والمهندس احمد مجاهد والمهندس هاني وحازم امام وخالد لطيف كل الناس كلهم. بس انا برضه الكابتن اشتغلت على فكره مع استاذ جمال علام كابتن حسن فريد وكان علاقات محترمه جدا وكان كل احترام للاستاذ جمال.